الإضافة اللي يمكن يقدمها يعني الهيئة دي التنمية الدولية الأمريكية بالنسبة للإضافة في مجال الشراكة بالنسبة للجامعة الكلية المتعددة التخصص بين العلاج. في الحقيقة هما هذا وكالة التعاون الدولي الأمريكي لها واحد تجربة كبيرة فيما يخص مساعدة الطلبة على الإدماج المهني. حتى احنا عندنا التجربة ديالنا، ولكن مهم جدا نقارنوا الطريقة اللي كنخدموا بها، الطريقة اللي كيخدموا بها الأمريكيين ولا الأوروبيين، حتى نوصلوا أحسن السبل لمساعدة الطالب الإدماج المهني ديالو. نعم، بالنسبة للأفق يعني المسارات المهنية بالنسبة للطلبة، خاصة بالنسبة للمشاريع على مستوى المواكبة والمصاحبة، وكذلك يعني تطوير هذه المشاريع في المستقبل. شفتوا أن مجموعة ديال الطلبة قدموا مشاريع، هذه المشاريع لإنشاء مقاولات. التشغيل الذاتي حتى هو أولى من أولى أولوياتنا، ولهذا عما قريب سندشن حاضنة للمقاولات اللي غتستقبلها الطلبة والمشاريع ديالهم لمصاحبتهم، حتى يمكن يجعلهم ديك الحلم ديالهم ديال خلق المقاولة انطلاقا من فكرة، هذا الحلم يرجع حقيقة. ملك سعدي كتعتبر كتعتبر من بين أحسن الكليات، يعني شنو السر في هذا الأمر؟ أنا كنظن انفتاح، لأن لمدة كثيرة وكبيرة كانت الجامعات كتظن أنها يمكن تشتغل بطريقة منعزلة، وحتى المجتمع وخصوصا المحيط السوسيو-اقتصادي كان كيظن انه يقدر يتطور بلا الجامعه. اليوم كل شيء كيعرف ان ما يمكن تطور الجامعه، ما يمكن تطور المجتمع، ما يمكن تطور الاقتصاد الا واذا كانت واحد العمل بشراكه بين المحيط السوسيو-اقتصادي والجامعه.